تستمر العمليات الإغاثية في مدينة عدن بعد 7 أشهر من انتهاء حرب خلفت وراءها دماراً في الممتلكات العامة والخاصة وكثيراً من الجروح والأوبئة. آخر هذه الأعمال نفذتها اللجنة الإغاثية الكويتية ضمن برنامج دعم الخدمات الصحية في المدينة. تنشط اللجنة وغيرها من اللجان الإغاثية في عدن لإسعاف مدينة تحتاج لما هو أكثر من مجرد دورات تدريبية. فالأوبئة والأمراض باتت أكثر فتكاً بالناس، وهي أحد الويلات التي عانت منها المحافظات التي شهدت حرباً ومواجهات، خصوصاً بعد انهيار منظومة الخدمات الصحية ووقوفها عاجزة بسبب شح الإمكانات، مما جعل الوضع الصحي أكثر كارثية. المصابون بالأمراض المزمنة افتقدوا الكثير من الرعاية وعانوا من شح الأدوية بسبب ظروف الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية. القطاع الصحي الخدمي ما زال متعثراً، ويكشف الكثير من الحقائق عن مدى قدرة الحكومة على الإفلات من قبضة الفوضى والعشوائية التي تسيطر على أدائها في كافة المجالات.